عشان نحافظ على بلدنا محتاجين دايماً أفكار جديدة ومبتكرة، ومن ضمن الأفكار دي كانت فكرة تأسيس موقع يشارك فيه كل الناس في حل مشاكل بلدهم. كل اللي عليك لو شفت مشكلة إنك تقدمها على الموقع، صورها وابعت مكانها، ومن خلال رقم المشكلة هتقدر تتابعها، وبنظام الخرائط التفاعلية هتقدر تتابع حركة الشكاوي ونوعها حسب المناطق الجغرافية، وكل الحالات اللي بتتقدم للموقع بتدخل في نظام بيعالجها بكفاءة من خلال التصنيف والتبويب والمتابعة والمراقبة وإنشاء إحصاءات بكل أنواعها، ده غير تقارير أفضل أداء على مستوى المحافظات، القطاعات، الأحياء وغيرها من التقارير. تقدر كمان تشارك برأيك في استطلاعات الرأي، وكمان تستفيد بأفكار عن الخدمات المختلفة، وكل ده من خلال تكنولوجيا مايكروسوفت بمنتجاتها المتطورة. بلدنا جميلة وبمشاركتك هتبقى أجمل.